حان وقت قطف ثمار الموسم بالنسبة لسعيد طنيجي وسعيد مطر ومزارعين آخرين يتشاركون ذات التطلعات والتحديات في زراعة النخيل في منطقتهم الذيد التابعة لإمارات الشارقة، والتي تعد واحدة من أبرز المراكز الزراعية في الإمارات. المهرجان يعطيك الدعم، ويعطيك الدعم الحافز أنك تشتري أنواع النخيل، ويعرفك عن النخيل أصلا ما نعرفها. يعني في ناس يجون يشوفون أصلا ما يعرفون من وين هذه. هذا ومشاكلنا نحن أول شيء قلة مياه، ثاني شيء عندك الدعم. صح أن الوزارة ما قصروا، وفروا الأسمدة ووفروا بعض السموم، لكن يعني ما تلحق. هذا قطع عمرك أول بداية 87 نغال زين، وبعدين 87 لموان وبوشيبال وكل أنواع، والحين جت أنواع جديدة زين، يا الأخلاص يا اللولو يا بري من كل نمونة. يعرض المشاركون في المهرجان حصاد موسم العام، حيث مختلف أصناف الرطب من الإنتاج المحلي، مناسبة تكشف عن تحدي المياه كهدف استراتيجي لدى الجهات المختصة لتحفيز ملاك المزارع على زيادة معدلات الإنتاج. مواصلة استخدام نفس الطرق التقليدية في الري، وهي الري والغمر استنزاف للموارد، وهذا لها أضرار كبيرة في سحب مياه البحر والمياه الملحية إلى أماكن الزراعية. التحدي قاعدين نشتغل على حلول، وقاعدين نشوف في بعض الممارسات من جهاتنا البحثية وجهاتنا المسؤولة عن قطاع المياه، نتكلم على بعض الأجهزة اللي تم إنتاجها من بعض شركات التكييف المحلية لتحويل الرطوبة إلى مياه الشركات لاستخدام الطاقة النظيفة في عملية تحلية المياه وعملية استمطار اللي دولة الإمارات تعتبر من الدول الرائدة فيها. كجهة منظمة كذلك لهذا المهرجان أضفنا مبادرة جديدة وجائزة جديدة تهتم بأنظمة الري، وأفضل مزرعة مهتمة بنظام ري في هذه المنطقة أو من تقدم لهذه الجائزة. الشيء الثاني الاعتناء والاهتمام ونظافة هذه الشجرة. تشكل فرصة فعاليات هذا المهرجان عاما تلو عام دافعا قويا لهؤلاء المزارعين الذين يثلج قلوبهم الإقبال على ما حصدوه ويعرضونه هنا، حيث يلتقي قطاع الزراعة وأصالة التراث وعراقته في مساء دؤوبة لتعزيز فرص نمو وازدهار أعمال وإنتاجية مزارعي المنطقة. مصطفى سكحال من الشارقة لليوم على الحرة.